عسلامة. عسلامة، مرحبا بيك. أكثر قدم لنا روح. محمد، نعيش في ألمانيا، عندي تروازور من اللي جيت، جست شوية سياحة فامي، معني طلع الفامي، مش تقولوا سياحة، معني طلع الفامي سيتو، معني عرفت خاطر أنا وصاحبي، هو يعيش في الجزائر، كان يعيش في دبي، دونك عملنا بروجرام باش نتقابلوا لهنا سمان عادي وسمان بعدنا. مرحبا مسيو. مرحبا بك. قدم لنا روح. انا اسمي سي عبد الرحمن، عايش في الجزائر. تونسي؟ لا لا، جزائري. جزائري وعايش في الجزائر. جزائري وعايش في الجزائر، وجيت هنا يا تونس. مرحبا بك وتحيه لاشقاء الجزائريين. مرحبا بكم. قلت لك كنت انا جيت هنا باش نقابل خويا محمد اللي جاي ثم عايش في الغراء المانيا فور يومين ولا ثلاث ايام، وجينا نديروا هنا قسم السياحه. مرحبا بك في تونس، اول مره تجي؟ لا عندي بزاف. في الأولى قاعد جيت في تونس في 78. أول مرة جيت؟ أول مرة جيت، وقال قبلت هي متزيدي. باهي برشا. مسيو قلت لي أنت مقيم بألمانيا، لو نحكيو شوية على تجارب الهجرة. كل واحد وتجربته، معني عرفت كيما كل واحد. ننطلقوا من تجربتك الشخصية. ولا أنا باش نقول لك تجربتي، خرجت أمور عادية قانونية من السفارة من هنا. خرجت وثم مراحل تتعدى بهم كما كل اي واحد، معناه يتعدى بهم يخرج بامور قانونيه ولا يقرا ولا معرس ولا وش نقول لك انا. وثم غاديك تدريجيا لازمك اول ما توصل تقرا لغه وتتدرج مع اللغه، ومن بعد بوليتيك، ومن بعد هذيك ثم امور نتاع اوراق بشويه بشويه، لازم شويه صبر ومو سهله برشا الغربه. اما ما نجمش نقول مش خايبه، خاطر كل واحد نسمع ساعات لهنا يقولوا ما تخرجش لتونس خير، ما نجمش نقول تونس خير، وخاطر كل واحد وكيفاش نقولوا احنا وزهر واحنا كيفاش نمشي معاه. كما في تونس ثم اللي عايش سافا، ثم اللي عايش مسافا، ثم اللي عايش فوق مسافا، معناه ما نجمش انا نقول واحد ما يجيش، كل باهي واحد يجرب حاجه اخرى، ما يبقاش كما نقولوا احنا على مثلا ما تبقاش كالشجره في ما تحركش اللي ما يهزك الهويه ولا حاجه. وهذيك تجربتي سافا، انا تو سافا عندي تو 10 سنين نعيش غادي تويكا، نعيش برلين المانيا. سي بون سافا، تولفت سنست مع خديت نخدم على روحي، وهذيك هو معناها سافا، العيشه خير شويه معني من هنا. لو نحكيو على بداياتك مع الهجره. ولا بدايتي شنو هو معناها؟ خرجت امور قانونيه. صعوبات هكا لقيت روحك وحدك. الصعوبات هي شنو هي؟ صعوبات اول ستة شهور معناها دونك راك باش تعرف باش تفيق اللي انت خليت برشا حاجات باهيه، خاطر ماك تعرف ما ثمش حاجه خايبه ولا حاجه باهيه، كيما نقولوا احنا ربي يعطيك حاجه ينحي لك حاجه. فهمت انك تقول فامي، نعرف بعد عباد تقول لك اوكي نسكن عندنا فامي وصعوبات نخرج خير. تخرج خير ما معاش كما قبل، كما تونس غليت الغادي غليت. اما انت وشنو كان خرجت عندك دبلوم ولا عندك حاجه، اي حاجه المهم في ديك تعلمها لهنا، راك غادي تنجم، فاسيل تنجم. باش تجيك برشا عراقيل لما لازمك شويه صبر. خاطر الصبر به، معناها قد ما تصبر تلقى، معناها في الاوبجيكتيف نتاعك تحب تحطه من الاول وتبني عليه مرحله بمرحله دونك توصل له زيد. عطنا نرجع لك مسيو، قلت لي عندك تجربه نتاع هجره لدبي هكا. نعم عندي تما تجربه في 2007 و2008، عقبت عامين تما في دبي. الهجره بزاف صعيبه، الغربه بزاف صعيبه. فيش صعيبه بالضبط؟ شوف حسب النظره تاعي، الغربة راكي بعيدة على مواليك، بعيدة على الجو تاعك، بعيدة على ثم التقاليد تاعك، بعيدة على كل حاجة. أما أنت في دولة عربية. شوفي دبي صح، الإمارات دولة عربية، بصح ما عندهمش ثم تقاليد كيما حنا، كيما تونس، كيما المغرب. شنو هو العادات والتقاليد المختلفة في الإمارات؟ علينا ماني. والله كاينة بزاف حوايج. كان بزاف حوايج اللي عندهم تمايا هي مختلفه للتقاليد تاع الجزائر والتقاليد تاع تونس. لان باش نحكي على هذا كاين كيما نقولوا كيما في الماكله ما تشبهش الاخرين، في لو كونتاكت ما بين واحد جزائري وما بين واحد تونسي، كاين تما لو كونتاكت، كاين الحاجه هذيك اللي تجوز. ايش يختلف في الكونتاكت مع اللهجه؟ مم في اللهجه. يعني في اللهجه كاين نوع من انواع العنصريه ولا حاجه هك؟ في دبي كاين شويه عنصريه. كيفاش؟ هذه سؤال لازم نريحوا فيه ونحضروا فيه بزاف.
حاجات هكا مواقف تعرضت فيهم للعنصريه سوى انت ولا اي واحد اخر مغاربي؟ شوفي في الاخرين الامارات ما يعطوش القيمه تاع الانسان اللي كنت مهاجر، هذه هي حاجه كبيره، ما يعطوش القيمه تاع واحد انسان اللي مهاجر، فهمتي كيف؟ وما ندخلوش في واحد اخرين تفاصيل. علاش؟ راهم بلاد عرب، راهم مخاوتنا، فهمتي؟ راهم مخاوتنا، ما ندخلوش في واحد اخرين تفاصيل، بصح باش نقول باللي احساس. نطرحوا المشاكل باش نصلحوها. ما هذه مشاكل، ماشي مشاكل تاع دوله مع دوله، ولا مشاكل تاع مشكلة تاع عقليه. تاع عقليه، يعطيك الصحه، هذه مشاكل تاع عقليه، هذا ما كان. في المانيا معناها تعرضت لموقف نتاع عنصريه ولا حاجه؟ نو موجود تعرض له، ما غير ما حتى نتاع حاجه عاديه تتعرض لها في تونس. دونك لهنا انت لول، انت طفله وتعرف معناها تنجم تتعرض من اقرب الناس ليك، من اقرب كلمه صغيره ولا كبيره في تونس. اما في المانيا شو نقول لك؟ نورمال، صديقي عايش في هولندا، دونك نعرفوا اللي في هولندا ولا في فرنسا ولا بارتو، راهم ديما هكاك معناها، عرفت؟ باش تلقى شكون اللي يقبلك كما انت، وانت لازم تخلي روحك نظيف، وثم اللي ما يقبلكش. علاش ما يقبلكش؟ ما يقبلكش، دونك هذيك تبقى احنا شنقولوا حاجه. احنا شوف كيما احنا عندنا الزافريكان في تونس اكزاكتلي exactly. معناها واحد لازم يكون متصافي مع روحه، تو كي تكثر الستريس ويكثر مشاكل، وعبيد غادي تعرفهم، عبيد ستريكت ياسر الالمان، عبيد خدمه دار عنده جست فاكونس، ما يحبش ستريس في الشارع نتاعو، ما يحبش الوسخ، ما يحبش. دونك احنا ماك تعرف، مش كلنا فينا البيه فينا الخايب، فينا اللي يشرف وفينا كل حد ترجع له روحه. دونك غادي كي يشوف القلق هو معني، دونك يشوف من واحد يكون اجنبي اخر معني، ما يكونش من المغرب معني ولا من تونس ولا من الجزائر، دونك عندهم هما الكل كيف فهمت؟ اجنبي اجنبي، وين باش تمشي ديما اجنبي اجنبي. دونك لهنا شنو هو اللي يفرق؟ كي تبدا خدام ويعرفوك السيركل نتاعك اللي وين انت تسكن، وين انت ديريجي ديما امورك كل شيء، دونك يتسنسوا اللي يعرفوا معني. اما دونك ما يقولكش راك باهي ولا خايب ولا يعاونوك ولا، دونك ما يدخلك حد لدارو. دونك ديما العبيد غاديك هما هكاك، هما عبيد بارده فهمت، هما عبيد اللي عمرهم 18 ولا ما نعرفش قداش، يخرج يخلي الفامي يتحمل مسؤوليته. يتحمل مسؤوليته، دونك شنو يربي كلب ناقص عاطفه، يقعد ما عندوش كيما احنا صاحبته، ولا يبعد على الفامي نتاعو، على ذيك هما مش نقولوا بردين، اما هما هكاك برانسيب من عندهم الصغر معناها. يعني عقليتهم. احنا عندنا تقاليد دونك لازمك حاجه عاديه، حتى كنت قلقت تبدا تعرف اللغه نتاعهم، دونك ما تقلقش برشا. تفهم كل شيء، تنجم ترجع بلغته وكل شيء، اما كي ما تعرفش اللغه دونك تتعب برشا برشا، تولي هناك مشكله. يعني في المانيا لازمك تكون متمكن من اللغه الالمانيه. دونك حاجه في اي بلاد تمشي، في اي بلاد لازمك تفهم، دونك انت لازمك ماشي تقدم. اكيد. كان باش تقعد ديما سيركل، انا تونسي نقعد مع التوانسه، صح عندي برشا صحابي تونسه، ونقعد ونحكي، كل عباد تخدم على رويحها، عباد تقرا، عباد معرسه، عباد تحب تحسن النيفو نتاعها، معناها ما تبقاش تركز، ما تبقاش تركز مع اللي شكون باش يقلقك، خاطر حتى في بلادك تتقلق معناها. دونك لازمك ديما قدام، والبروجي اللي مشيت عليه لازمك تكمله، فاهم معناها؟ وكا هو. يعطيكم الصحة، مرحبا بكم حذينا، نخليكم كلمة الختام. كلمة الختام يا خويا، واش نقول لك؟ احنا نبغوا بزاف في الاخر تاع التوانسة، برشا برشا كما ما تقولوها، نحبوهم بزاف، هم يحبونا بزاف وحنا بزاف. هذه ونحسوا روحنا، ونحسوا روحنا باللي رانا في بلاد تاعنا ثانيه. هذا يعطيك الصحه. والله انا باش نقول لك اخر حاجه، نقول لك نتمنى حاجه برك، نتمنى اللي حاب يخرج ان شاء الله ربي يسهل له، دونك ما يخممش برشا. دونك احنا الشباب الكل حاب يخرج، وكل عقليه اللي يروح من برا ويقول لك لا وما تمشيش، اخرج خويا كل واحد وزهره، جرب ماكش باش تخسر، انت باش تخسر عام عامين ثلاثه. دونك اون فان راك بسوس، حاول اخرج، خاطر راك تشوف البلاد على الاخر. انت الاول ترى راك تخدم وتشوف البلاد على الاخر، وكان صعيبه غادي صعيبه لهنا، دونك كيف دونك صعيبه غاديك، وتوفر خير من اللي كذا. وممتون نحب نقول حاجه الاخر بكل، تحبوا تعرفوا على الغربه، تدخل برشا على اليوتيوب مثلا، تكتب امون بلاش بابي، كليب هبط عنده جمعه تويكا، اي انا وامون رابير معروف في تونس. دونك تدخلوا غاديك تعرفوا رحلة الحراق بالبابي من غير بابي، اللي في تحكي على اللي في الغربة الكل، فهمت؟ دونك نوجه له تحية أمو، إن شاء الله نهار 6 يبدأ لهنا، عنده كليب جديد ونتقابلوا إن شاء الله. شكرا، ميرسي.